نتقدم يعني بأسمى يعني تحياتنا يعني باسمي واسم يعني إخواننا الأئمة يعني في ولاية وهران وفي سائر الوطن يعني الجزائري يعني بتهانينا يعني للشعب بهذه المناسبة، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى يعني فيها القبول. نسأل الله تعالى يرفعه يعني عنا وتجعل يعني بلدنا أمنا وأمانا يعني منه وسائر يعني بلاد المسلمين. بمناسبة العيد المبارك نتمنى لكل الجزائريين الخير والهناء إن شاء الله، والمرضى الشفاء إن شاء الله، وكذلك الأصحاء العافية إن شاء الله، وعيد مبارك إن شاء الله يعود علينا بالخير والمن إن شاء الله. نطلب بالجزائر عيد مبارك وكل عام هم بخير، ونطلب بالفلسطين التحرير إن شاء الله بربي، وكل عام وانتم بخير. بالنسبة لأطفال الجزائر اللي تقعدوا في دياركم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نحيي كل الشعب الجزائري والأمة المسلمة، نقول لهم باللي عيد سعيد، إن شاء الله ربي يعاود علينا بالصحة والهنا، وكل عام وانتم بخير، وكذلك قناة الشروق، وتحية كامل للجزائريين. العيد المبارك إن شاء الله يتخلينا بالعافية والصحة الهنية. هذا العيد مش يقول ان شاء الله لأمة محمد جميع تكون غايه في هذا العيد ان شاء الله ليا والجميع، خاصه